جمعة مبارك على كل المصريين. النهاردة بدأ العرس بدأ العرس الديمقراطي في الخارج. 12 دولة و12 سفارة مصرية بتستقبل المصريين في جميع أنحاء ال 12 دولة علشان خاطر يبدأوا يصوتوا في الانتخابات الرئاسية. طبعا في حكمة هقول لكم عليها كمان شوية، بس ايه حكمة عشان خاطر تعرفك تميز بين الايه، بين الغث ولا الرث والسمين. المهم يعني عايز اقول لحضرتك ان النهاردة طبعا الانتخابات الديمقراطية المصرية في الخارج للمصريين في الخارج. الحقيقة طبعا احنا كلنا في حيرة، مش عارفين مين اللي هينجح، مين اللي ممكن يكسب، لان طبعا عارفين ان اربع مرشحين اقوى من بعض. الاربعة تقريبا عندهم يعني سجل حافل من الانجازات السياسية والتاريخية. الاربعة ما تقدرش تقول مين فيهم احسن من التاني، فطبعا دي حاجة كويسة الحقيقة يعني. وبناء عليه احنا هنفضل محتارين. لكن انا عايز اقول حاجة للزمايلنا وحبايبنا المصريين في الخارج والداخل. الفترة الجاية بقى هي فترة التفحيص والتفعيص والتمحيص. تمحيص ايه بقى؟ تمحيص زي انك تمحص وتعرف كل بني ادم من ايه. يعني المثل بيقول لك بقى ايه يا معلم، بيقول لك تعرف المعرض منين، تعرفه من صباعه. هيبان سالفول.